بنشوف بعد ما لوفي وكاتاكوري دخلوا عالم المرايات وباقي الطاقم طاروا بالسفينه بعيد شويه عن جيش البجمام، كاتاكوري بيقف في مواجهه لوفي. كاتاكوري بيقول للوفي ان مفيش مهرب ليك بسبب انك دمرت حفله الشاي وتسببت باضرار كتيره في جزيره الكيك هوك. بيعرفوا لوفي انه هيهزمه الاول وبعدها هيخرج من الجزيره. لوفي بيهاجم على كاتاكوري لكن كاتاكوري بيديله في وشه، بيقوم تاني وبيهاجم عليه لكن بيتفادى كل ضرباته بكل سهوله. بيقف كاتاكوري وبيشوفه المستقبل ولوفي بيهاجم عليه بضربات سريعه جدا ورا بعض، ولكن وفجاه بنشوف كاتاكوري بيطلع كام ايد وبيصد ضربات لوفي كلها. بعدها كاتاكوري بيقول له ان وقت هجومه هو جه. بيهاجم كاتاكوري على لوفي وبضربات سريعه منه بيخلي لوفي مش قادر يقف تاني. نروح للطاقم بعد ما نزلوا بالسفينه في البحر، ونامي بتشوف غيوم في السماء وتقول ان النطر هتنطر. بيقول بروك وتشوبر انهم مش شايفين بيدورو. بتحكي له نامي عن كل اللي حصل مع بيدورو. بيركع بروك على الارض وبيقول ان دي غلطته لانه ما قدرش يحمي السفينه قبل ما يجوا، لكن جيمبي بيعرفوا انهم ما يفقدوش تركيزهم عشان هم لسه في ارض الاعداء. بيقفوا كلهم وبيستعدوا لاي خطر جاي، وفجاه بيشوفوا سفن حربيه جايه في وشهم وكمان البيجمام جايه معاهم. نرجع لسانجي وهم ماشيين ورايحين جزيره الشوكولاته وطايرين بالبساط اللي راكبينه. نشوف لوفي وهو لسه بيهاجم على كاتاكوري، لكن كاتاكوري بيكون سريع جدا وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد. بيستخدم كاتاكوري الهاكي وبيعرف ان لوفي هيضخم ايده ويهاجم عليه، وفعلا لوفي بيعمل اللي شافه كاتاكوري، لكن كاتاكوري بيضخم ايده هو كمان وبيصد ضربه لوفي وبيطيره بعيد كمان. شرح سريع كده عن هاكي كاتاكوري. كاتاكوري بيستخدم هاكي التنبؤ مما بيديله ان يشوف المستقبل لمده 5 ثواني، وكمان عنده قدره عامله زي اللبان كده، وكاتاكوري بيستخدمها بطريقه قويه جدا مما مخليه اقوى شخص في طاقم البيجمام، وده غير انه ما خسرش ولا مره في اي قتال. نرجع لسانجي وبدونغ، وبدونغ رابطه شيفو عشان معرفه الناس اللي هناك انها جايبه شيفون بالقوه، وسانجي بيكون متخبي في البساط اللي مع بدونغ عشان محدش يشوفه، وبيدخلوا مصنع الشوكولاته. نرجع للوفي وهو واقع على الارض ومش قادر يتحرك من كتر الضرب. نرجع لسانجي وهو واقف بيشرح مكونات التورته اللي هيعملوها وبيوزع لكل شخص فيهم مهمته، وبيعرفهم انهم بعد 3 ساعات هيروح عند البيج مام وياكلوها التورته. نرجع للوفي وهو لسه واقع على الارض وبيكلمه بروبيس وبيعرفه انه قدر ينجى من الانفجار وانه قال انه هيكون ملك القراصنه، ومع ذلك ما قدرش ينقذ حتى صديق ليه. بيغضب لوفي جامد وبيقوم يقف من جديد. بيشوف كاتاكوري المستقبل تاني وبيعرف انه هيهاجم بايديه الاثنين، وفعلا لوفي بيهاجم عليه بايديه الاثنين لكن بدون اي فايده على كاتاكوري وبيصد هجومه بكل سهوله تاني، وبيرجع هو يهاجم عليه بنفس الطريقه. وبيعرفوا انه مش سريع زيه او عنده قوه انه يقتله اصلا. بتظهر بروري ومعاها اتنين معاهم اقواس ومولعينها نار. بتفتح برولي مرايه من المرايات اللي بتكون مرتبطه بمرايه من السفينه وعاوزين يولعوا فيها. بيحاول لوفي انه يهاجم عليهم لكن كاتاكوري بيصد كل هجومه وبيوقفه. بيهاجموا الشخصين دول على السفينه وبيولعوا فيها. بيشوف لوفي مرايه من اللي كسرها لما دخل عالم المرايات وبيحاول ينادي على نامي لكن مفيش حد بيرد عليه. نروح للسفينه وجيش البيجمام عمال يضرب بالمدافع عليهم، وبروك وتشوبر بيحاولوا يصدوا اي هجوم جاي على السفينه. جيمبي بيحاول يبعد بالسفينه قدر الامكان ويتفادى اي هجوم. نامي اخيرا بتقدر تسمع لوفي. لوفي بيعرفها انها تدمر بسرعه كل المرايات اللي في السفينه. برولي والناس اللي معاها عمالين يولعوا في السفينه من الداخل. بتمسك النار في السفينه وبيشوفوها كل الطاقم. كاتاكوري بيهاجم على لوفي ومش مديله اي فرصه انه يتكلم مع الطاقم حتى، وفجاه فيضان كبير بيحصل قدام السفينه وعلى راسه البيج مام. الطاقم في حاله صدمه. نامي بتتاسف للوفي انها مش عارفه تحمي السفينه. الكولا بتخلص من السفينه اللي بتخليها تطير، نصيبه من كل مكان ومحتاجين معجزه عشان يخرجوا من الكارثه اللي هم فيها دي. جيمبي بيفكر في خطه وهو انه يربط شعار السفينه في جسمه او ايا كان اسمه، وعاوز يخش جوه الفيضان وبجسمه هيحرك السفينه اسرع من الدفه اللي بيتحرك بيها، وفعلا بيخش جوه الفيضان وجيمبي بيقدر يتحكم في السفينه بكل سهوله وبيخرج من الفيضان والحمد لله. نامي بتروح تدمر كل المرايات والطاقم بيساعد معاها. بتقدر نامي انها تتكلم مع لوفي وبتعرفه انهم هيروحوا عند سانجي لكن هيوصلوا بعد 10 ساعات وانه لازم يدور على مرايه هناك عشان يقدر يتواصل معاهم تاني هناك وياخدوه للسفينه. كاتاكوري بيهاجم على لوفي بضربات قويه جدا. لوفي بدا ينزف دم لكن بيقف تاني. كاتاكوري بيطلع سلاح من ايده وبيعرفه ان دي نهايته. نرجع للجيمبي وهم لسه بيقتلوا قاده البيجمام لحد ما بنشوف شخص بيطلع نار من بقه وبتيجي في نيجي. نرجع للوفي وبرولي. بتقول له ان كاتاكوري عمره ما نام على ظهره خالص وان هو قوي جدا، وبتقعد تتنمر عليه شويه لحد ما لوفي بيقول لها طيب غوري من وشي. بيهاجم كاتاكوري على لوفي وبيضربه بالسلاح اللي معاه لكن لوفي بيتفاداها في اخر لحظه، وبنشوف ان السلاح بتاعه مدمر جدا ولو جه في لوفي هيقتله على طول. بنشوف برولي
وهي بتعرب بروبيس انها سمعت قبعة الكاشلوفي بيتكلم مع الطاقم بتاعه وانهم قدروا يطلعوا من الفيضان وهيروحوا لجزيرة الشوكولاتة بعد 10 ساعات. وبنعرف ان بروبيس كان فاكر ان الطاقم غرق في الفيضان وبيتجهزوا عشان يقابلوهم هناك قبل ما يوصلوا. بيهاجم لوفي على كاتاكوري وكاتاكوري بيهاجم هو كمان وبيحصل تصادم هاكي جامد جدا. بيشوف كاتاكوري ان لوفي بدأ يجاري سرعته وبيستخدم تقنية الايقاظ لفاكهة الشيطان بتاعته. بيقول لوفي ان ده نفس اللي حصل معاه مع دوفرامينجو او ايا كان بتتنطق ازاي. بنشوف بيكمسه وهو عمال يعيط على بيدورو وكمان البارون بيكون زعلان على بيدورو. بيقول اننا استهنا بقبعة الكش لوفي، اولا اخدوا نسخة من البونجليت، ثانيا دمروا حفلة الشاي وانقذوا الجيرمي وتواجه هو والبيج مام اللي بتعتبر واحدة من اقوى اشخاص العالم. دلوقتي لازم نحسب حساباتنا بجدية شوية. بنشوف كابان وهم ماشيين بالسفينة بتاعته في البحر وجنود البيج مام عمالة تضرب عليه بالمدافع وهو كمان عمال يضرب عليهم وبيدمر سفينة من عندهم وبيهرب. نرجع للجيرمي ولسه بيتقاتلوا مع القادة برضه، لكن في الاخر بيقدروا انهم يهزموهم كلهم وكمان بيكلموا شخص وبيعرفوا مكان تواجه قبعة الكش لوفي وبيجهزوا عشان يروحوا هناك عندهم. نرجع للوفي وكاتاكوري، وكاتاكوري بيستخدم قدرته وبيقدر انه يمسك لوفي وبيغطيه كمان بالموتش عليه وهو عمال يخبط في الارض بايده عشان مش قادر يتنفس. بعدها بيقول له كاتاكوري ان جه ميعاد الاكل بتاعه وان هو هيروح ياكل عقبال ما يموت. جامد قوي كاتاكوري ده، بيعمل بيت صغير بقدرته والطباخين بيجيبوا له الاكل وبيخش عشان ياكل. نرجع للوفي بعد ما قدر يتحرر بسبب انه اكل الموتش اللي كان عليه وبيشوف البيت اللي عامله كاتاكوري وبيدمره. نرجع لسانجي اللي خلاص فاضل له مكونين ويخلص التورته. في نفس الوقت ده بنشوف واحد من الحكام متجه يم سانجي. نرجع للوفي بعد ما دمر البيت وبنشوف كاتاكوري بالمنظر ده وفجأة بيشوف قبعة الكاش في وشه وبيغضب جامد جدا وبيرجع يقاتل لوفي من تاني، لكن بيقدر انه يضرب لوفي وبيجي يضربه تاني بيلاقي لوفي قدر يتجنب هجومه وهو اللي ضربه المرة دي. بيقف لوفي بعدها وبيقوله انه فيهم قدرته بتشتغل ازاي. بيحاول يهاجم على لوفي لكن لوفي المرة دي بيقدر انه يستخدم المحرك الرابع وبيقدر يضرب كاتاكوري ضربة قوية جدا بتطيره بعيد. لوفي بيفتكر تدريبه مع ريلي وبيعرفه ان فيه نوعين من الهاكي، هاكي الملاحظة وده بتقدر انك تشعر بخصم في اي مكان حتى لو هو خفي وبتقدر كمان انك تعرف كل حركاته من قبل ما يضربك. والنوع التاني من الهاكي اسمه هاكي الارتداء وده اكنه لابس درع على جسمك كله وتقدر انك تضرب خصمك بدون حتى ما تلمسه. نرجع للوفي وهو بيقول لكاتاكوري ان الهاكي اللي بيستخدمه بيقدر يأثر على فواكه الشيطان كلها حتى لو كانت من نوع اللوغيا. قدرة كاتاكوري من نوع براميسيا يعني يقدر يتدرب زي لوفي، لكن الاختلاف ان كاتاكوري بيقدر يشوف المستقبل وبيتفادى الضربة قبل ما توصل له. عشان كده لوفي لما كان بيضربه ما اخدش باله انه ما بيضربوش اصلا، عشان كده الهاكي ما كانش نافع مع كاتاكوري كمان. لكن دلوقتي لوفي فهم قدرته وبيقدر انه يضربه عادي. لوفي بيضرب كاتاكوري ضربات قويه جدا، كاتاكوري رافض ان جسمه يلمس الارض اصلا، ما اعرفش ده تكبر ولا ايه يعني. بيقف كاتاكوري تاني وبيركز وبيطلع كام ايد تاني وبيضرب لوفي المره دي. نرجع للبيج مام وهي بتوصل لجزيره من بتاعتها وبتبدا تدمر فيها. نرجع للوفي وقوته بدات تضعف بسبب استعماله للمحرك الرابع وبيرجع لشكله الاصلي. بيحاول يهرب من كاتاكوري لحد ما يستعيد قوته وهو بيهرب بيلاقي برولي في وشه واول ما بيشوفها بيبص لها كده وبعدها بياخدها بيهرب من المرايات. بيحاول كاتاكوري يوقفهم لكن ما بيلحقش. نشوف لوفي وهو وبرولي وفجأة وهم واقفين بيلاقوا سقف البيت بيتشال من عليهم وبتطلع البيج مام في وشهم. يا حظك الاسود يا لوفي، وبيتصدم لوفي من اللي هو شايفه كمان. نرجع للطاقم وهم ماشيين في البحر ومتجهين يمة الجزيرة اللي فيها سانجي. نرجع لواحد من قادة البيج مام وهو بيعرف كل اللي في الجزيرة والجيش ان كابون بيك خانهم وكان عاوز يغتال البيج مام وكمان كراسينة الشمس بقى اعداء واي واحد يتشاف منهم يقتلوه على طول وبيأمر كل الجيش انه يدور عليهم كلهم. نرجع لسانجي وهو خلاص قرب على انتهاء التورتة. نرجع للوفي وبرولي وفجأة البيج مام بتشوفهم وبتبدأ تطارد فيهم وبتقول لهم فين الحلوة بتاعتي. بيحاول بروبيس ان يوقفهم لكن لوفي بيقدر انه يهرب منه والبيج مام وراهم. نرجع لسانجي وهو خلاص خلص التورتة وماشيين بيها في الجزيرة وفجأة بيقابلهم واحد من الحكام وعاوز ياخد شيفون عشان هم اعداء حاليا وسانجي متخفي عشان محدش يتعرف عليه لكن بيكون شايف كل اللي بيحصل. نرجع للوفي واخيرا قدر يهرب من البيج مام وبيكون عاوز يستريح بس عشان يستعيد الهاكي بتاعه، لكن اتباع البيج مام بتشوفه وبيبدأوا يطردوه تاني. نرجع للسانجي وهو بيشوف ان الشخص ده عمال يضرب شيفون لكن ما بيستحملش
يشوفها كده، وبيروح يضربه ضربه قويه جدا بالطياره بعيد، وبياخد شيفن وبيهرب على طول. لكن بيلحقهم اوفين وبيقدر يمسك بشيفو تاني وعاوز يقتلها، لكن بيجيله اتصال وبيعرفوا ان كابن جاي على جزيره الشوكولاته عنده. بيضحك وبيقولوا ان كده هيقتلها قدام كابل لما يجي. نرجع للوفي وهو عمال يهرب، وبتشوف البيجمام وبتهاجم عليه ضربه قويه جدا بتدمر نص المدينه، لكن بيقدر يهرب لعالم المرايات وبينجو من الهجوم. وبيلاحظهم كاتاكوري تاني وبيهاجم عليهم، وبيضطر يطلع تاني من عالم المرايات. نرجع تاني لاوفين وهو بيعرف كوفن بالميكروفون ان مراته شيفون معاه وهو مستنيه عشان يتواجهوا مع بعض. وفجاه اوفين وهو واقف بتجيله طلقه مدفع بتطيره بعيد جدا، وبيطلع كوفن هو اللي ضربه بقدرته، لكن بيقف اوفين تاني وبيكون غضبان جدا. وبيوصل كوفن عندهم وبيطلع بالسفينه على الجزيره، وبيقول لسانجي هات التورته على السفينه عنده. بينزل سانجي وبيضرب العربيه اللي هم راكبينها من تحت لحد ما بتطير في الهواء. نرجع للوفي اخيرا قدر يوصل لمكان محدش بيطاردوا فيه، وبيفضل يفتكر تدريبه مع ريلي وهو بيدربه على هاك الملاحظه، وانه بيقول له ما يشوفش الهجوم بعينيه بل بالحواس اللي عنده، وبيقول بعدها انه لازم يهزم كاتاكوري والا مش هيعرف يكون ملك القراصنه. وبنشوف كاتاكوري وهو واقف مستني لوفي، وفجاه لوفي بيظهر قدامه تاني. نرجع لسانجي وكابون وهم واخدين الطرده وماشيين، وبيقف اوفين قدامهم وعاوز يمسك السفينه بايديه، لكن بيداس عليه بكل سهوله زي النمله. بيقول كابون انهم مش هيعرفوا يرجعوا فلازم يعدوا من اليمه الثانيه من الجزيره، لكن وفجاه بيلاقي البحر بيغلي، وبيطلع اوفين هو اللي بيسخن البحر بقدرته عشان عاوز يدوب السفينه بتاعتهم. وفعلا اول محرك من السفينه بتاعتهم بدا يتدمر من سخونه الميه، لكن بيجي الشخص العملاق ده وبيضرب اوفين، وبيضطر اوفين انه يطلع ايده من الميه عشان يقتله. وبنعرف ان الشخص ده بيكون ابو شيفون ولولا، وان البيج مان بعد ما خلفت منه طردته بره وقالت له مهمتك خلصت على كده ويلا غور من هنا، وهو واقف بيجي اوفين من وراها وبيقتله. لوفي في مواجهه كاتاكوري، والبيج مام نزلت البحر وبتطارد سفينه قبعه القش لوفي، والجيش بيهاجم عليهم. يا ترى هيعملوا ايه وهيخرجوا ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. طيب شباب وبنات وكل اللي بيشاهدني، عاوز اقول حاجه. اولا انا اسمي احمد، ثانيا ناس كتير عاوزه الملخص يكون طويل، بصراحه مش هعرف اطول الفيديو عن كده لاني بس بعمل كل حاجه لوحدي، بكتب لوحدي، برجع اسجل وارجع امنتج، وبرضه بكون شغال شغل تاني وما بيكونش عندي وقت كتير. تالت شيء، عشان اعمل فيديو طويل 25 دقيقه مثلا هياخد مني 5 ايام، وفي الوقت ده هيكون ريتش القناه وقع على الاخر. وزي ما انتم عارفين انا كل اللي عندي 4000 مشترك، يعني القناه لسه صغيره وهتلاقيها وقعت في الارض. لكن لما يكون عندي مثلا 50,000 مشترك، حتى لو طولت الاسبوع وهنزل مثلا فيديو مثلا 30 دقيقه او 25 دقيقه، لما ارجع انزله هلاقي حد لسه بيشاهدني. اما دلوقتي فانا اخري في الفيديو بيكون 3000 4000 مثلا 3 ايام في 4 ايام، ومعاهم مثلا 150 لايك او في الحدود اللي زي كده يعني. فانا مش هعرف اطول الفيديو بس عن كده. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون هو اطول فيديو، لان هو هيكون اخر الارك، هيكون 20 دقيقه، هيكون 24 دقيقه، عشان هو كده كده هيبقى اخر الارك يعني. اسف اني طولت عليكم بس حبيت اعرفكم مش اكتر. لو وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا جدا، ما تنساش الاشتراك واللايك وانك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.